شارك مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أمس بمنتدى حواري بعنوان رؤية الأمير الاستراتيجية للكويت الجديدة 2035 في العاصمة الصينية بكين. رؤية الأمير الاستراتيجية للكويت الجديدة 2035 عنوان منتدى حواري عقد في العاصمة الصينية بيجين برئاسة معالي مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. استقطب المنتدى ما يزيد عن 80 من المؤسسات الفكرية والجامعات والهيئات الحكومية، ساهم ممثلوها في حوار حول العلاقات الكويتية الصينية وأوجه الترابط بين رؤية كويت جديدة ومبادرة الحزام والطريق الصينية. تربط بين الصين والكويت علاقات صداقة مميزة ويستفيد البلدان من جهود التكامل بينهما. تحدثت في المنتدى عن إمكانية تشكيل صندوق مشترك للتنمية الخضراء لتطوير عملية انتقال الكويت من اعتماد على النفط إلى ما يسمى بأشعة الشمس السائلة، وهي تقنية تقدم طاقة نظيفة للعالم. هذا المجال يحمل إمكانية كبيرة للتعاون العلمي بيننا. منتدى اليوم أثار اهتمامي بشكل كبير، وهذه المرة الأولى التي أتواصل بها مع الجانب الكويتي، وقد حصلت على الكثير من المعلومات المفيدة. نحن على استعداد لاستخدام تقنياتنا المتقدمة في تحليل البيانات لبناء البنية التحتية المعلوماتية للنظام المصرفي، ونعتقد أن التعاون الثنائي قادر على تطوير عمل البنوك في الكويت بشكل جذري. المنتدى نظم بمبادرة من سعادة السفير سميح جوهر حياة سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع مركز الحوار والفكر الاستراتيجي الحكومي التابع للرئاسة الصينية، وبمشاركة معالي فيصل عبد الرحمن المدلج الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. كما شهد المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز وسفارة دولة الكويت بغرض تطوير التبادل الفكري والأكاديمي بين البلدين الصديقين. طيف واسع من الفعاليات بأوجه متعددة منها الثقافي والاقتصادي تسعى إلى إثراء الحوار بين الكويتيين والصينيين من مختلف المشارب، مستندة إلى علاقات استراتيجية عميقة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية. نجيب الخش، تلفزيون دولة الكويت من بيجينغ.